السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل سلطة الأفوكادو، هنعملها بطريقتين مختلفتين وبالاتنين أطعم من بعض وسهلين جدا وفي منتهى البساطة. نبدأ على بركة الله. مكونات السلطة الأولانية: طماطم، خس، خيار، بصل، فلفل شطة أو عادي، 3 حبات من الأفوكادو، زيتون اسود، زيت زيتون، ليمون، سماق، وشويه من الفلفل الاسود والملح. دي كل مكونات السلطه بتاعتنا، سهله جدا وبسيطه. هقشر حبات الافوكادو، سهل جدا في تقشيره. بقطعه بالسكينه كده داير ما يدور، بعد كده بفتحه النصين بفصلهم عن بعض وبالسكينة بغرزها في النواة اللي جوه دي وبشدها وبتطلع، سهلة جدا. ادي شكله بعد ما نضفناه من النواة اللي جوه. بالنسبة لتقشيره سهل جدا، بتشد القشرة كده وتطلعيها او بمعلقة وبتحاولي تطلعيه بالمعلقة من قلب القشرة، الاسهل ليكي اعمليه. بجد السلطة دي تحفة، هيحبها الكبار والصغيرين جدا. كمان الأفوكادو من ضمن الحاجات اللي هي غنية بالفيتامينات جدا، معرفش يتقال عليه فاكهة ولا يتقال عليه خضار. اللي يعرف ده فاكهة ولا خضار يبقى يكتب لنا في الكومنتات. كده خلاص قشرنا تقريبا كل الأفوكادو، هبتدي بالسكينة وأقطعه قطع صغيرة. بعد كده هجيب بوله كبيره هفضي فيها الخيار والخس والطماطم، كله متقطع حتت صغيره او حسب بقى انت الشكل اللي بتحبيه للسلطه. انا بحب السلطه الحجم ده. هضيف البصل والافوكادو والفلفل والزيتون الاسود. كده كل الخضار احنا ضفناه. هنعمل تكاية صغيرة، هضيف شوية من الجبنة البيضة، دي جبنة فيتا قطعتها مكعبات كده وضفتها على السلطة. هنبتدي نعمل الدريسنج بتاع السلطة. مكوناته بسيطة جدا: شوية من السماق، شوية من الفلفل الأسود، وشوية من الملح مع زيت الزيتون ونقلب. بعد كده هضيف شوية من الليمون، كده الدريسنج بتاع السلطة أصبح جاهز. هضيفه على السلطة. عندي العيش ده بيسموه عيش لبناني أو العيش الآلي، هقطعه قطع صغيرة، هحاول اخليهم كلهم يكونوا في نفس الحجم. السلطة دي اشبه بسلطة الفتوش بتاعت لبنان اللي بيعملوها في لبنان. هحمر العيش ده في الزيت ياخد لون ذهبي حلو كده. طبعا الناس اللي بتعمل حمية غذائية هتحمره في الفرن. طعم العيش المتحمر ده مع السلطة فظيع، تحفة، كأنكم بتاكلوا شيبس بالظبط أو دريتوس. هنبتدي نغرف السلطة. فيها كل العناصر الغذائية السلطة دي. هضيف في الطبق العيش اللي احنا حمرناه، كريسبي جدا ومقرمش كده وطعمه حلو. وهنزينها كمان بشرايح الليمون. كده السلطة بتاعتنا اصبحت جاهزة
تمام. نعمل السلطة التانية او النوع التاني من السلطة. عندي 3 حبات افوكادو برضو، حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم، هقشر الافوكادو زي ما انتم شايفين كده، هحطه في الكبة، هضيف معاه ثوم وفلفل، وهفرمهم في الكبة فرم ناعم. ده شكلهم بعد ما اتفرموا. هعمل لهم الدريسنج برضو، عبارة عن زيت زيتون، شوية من عصير الليمون، ملح، وشوية من الفلفل الأسود. مش هنحط سماق في السلطة دي. هنقلب كويس قوي علشان ندوب الملح ويختلط كل المكونات مع بعض، وبعدين هضيفهم على السلطة. هنبتدي نغرفها في طبق التقديم. ريحتها بتشهي جدا. هزينها بشرايح الليمون وشويه من الريحان الناشف. طبعا انتوا لكم مطلق الحريه تحطي اي حاجه عندك، عندك كزبره خضراء حطي، عندك ريحان اخضر حطي، الحاجه اللي تحبيها اعمليها. انا ده اللي كان متوفر عندي فزينتها بشويه من الريحان. وده الطبق بتاعنا اصبح جاهز. ودي كانت وصفتنا النهاردة. عملنا نوعين من المقبلات او من السلطات بالافوكادو، وده الوصفة بتاعتنا بعد ما غرفناها في طبق التقديم. ده شكلها النهائي. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وأتمنى تجربوا الوصفة دي وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها إيه. وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.